ودائما في إطار المونديال فقد فجعت السيدة فادية الشراقة بخسارة المنتخب المكسيكي الذي كانت تؤيده وتشجعه ودعت إلى مأدبة عزاء في دارتها. دخلك ميسي يا حبيبتي. ميسي 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 يا طنط. ميسي يا حبيبتي. دخل. الله يصبرك. الله يصبرك يا حبيبي. شفت طنط هذا شو صار فيا طنط فادية؟ شفته؟ ميسي خلي لك اياهم. شفت يا طنط؟ شفت طنط فادية شو صار فيا؟ شفت يا طنط؟ اخ دخل. لك الله يعينك يا ماريا سيليستي. الله يعينك. المرأة اللبنانية بحالة حزن. كل المرأة اللبنانية عامة بحالة حزن. فادية الشريقة بحالة حزن. فادية الشريقة هي رمز المرأة، فإذا هي بحالة تعلن حالة الحداد. رفقتنا المكسيكية خسروا بالفوتبول. رفقتنا المكسيكية اللي لنا أكثر من 17 سنة من رفقهم ببرامجهم المكسيكية يومية 3-4 ساعات فوق 3000-4000 حلقة. أنا بدي أعزي ماريا سيليستي وأنا كريستينا وراكيل وكل رفقاتي اللي مرقوا معي بالمسلسلات وبعلن هلأ حال تحديد. إنما المعركة اللي بيخسر معركة ما بيخسر حرب. اللي بيخسر معركة ما بيخسر حرب. المكسيك بعد عندها بتوشة. المكسيك بعد رح تفرض حالها وبعد رح تنتقم. مدام فاتيا، المكسيك خلص ظهروا من المونديال، يعني ما عندهم شانس تاني. ما في خلص، ما بيقدر يرجع يلعب. المكسيك ظهروا من المونديال. ما بقى عنده ولا ماتش بالمونديال. ظهروا برا. ايه خلص. دخلته. مش معقول مش معقول. ما بعرف شو المصيبه اللي ما بعرف. مدام فاديا.